القطاع التعليمي في اليمن مشاهدينا تحديا كارثيا من التعطيل الدوري للعام الدراسي والتراجع في أعداد الطلاب المسجلين وأيضا المعلمين. يعيش المعلمون كما نعرف في اليمن أوضاع متردية صعبة بعد تأخر صرف رواتبهم وعدم انتظامها، وهذا ما دفع البعض إلى التسرب من قطاع التعليم بحثا عن أعمال أخرى توفر متطلبات أسرهم. محمد عبد الله رميثة وهو معلم قرر البحث عن مصدر رزق بعيد عن التدريس واختار الغربة، لكنه أراد قبل رحيله أن يودع طلابه في الصف الأول الأساسي في المحويت. قد كان الوداع حزينا ومليئا بالبكاء والدموع. انتشر مقطع فيديو للوداع على منصات التواصل، تداوله الناشطون على نطاق واسع وتفاعلوا معه. هذا هو المقطع. أثار هذا الوداع ردود فعل واسعة على منصات يمنية وتناولته أيضا عدة مواقع عربية. من التفاعلات اخترنا لكم فواز الديلمي، يقول فواز: الوداع القاتل، معلم يودع طلابه من براعم الصف الأول الأساسي بمحافظة المحويت وهو يتجه إلى الغربة لكي يوفر لأسرته القوت ولقمة العيش. كم هو عظيم هذا المعلم وكيف جاء ليودع أبنائه البراعم وكيف يحتضنوه ويواسيهم مع هذا المشهد العظيم والمؤلم. حسن أحمد يقول: معلم بالصف الأول الأساسي في محافظة المحويت يودع طلابه للذهاب إلى أرض الغربة إلى السعودية لتحسين وضعه المعيشي والمادي بعد أن ضاقت به السبل. كان الله في عون كل معلمي اليمن الذين يعملون دون رواتب، وأن وجدت في بعض المدارس الخاصة كانت شحيحة لا تفي بأبسط المتطلبات الحياتية اليومية. أيضا توفيق محمد يقول: كاد المعلم أن يكون رسولا. الأستاذ محمد عبد الله رميثة معلم بالصف الأول الأساسي في محافظة المحويت، هنا نقف إجلالا واحتراما لهذا المعلم والأب والصاحب والصديق، يودع طلابه للذهاب إلى أرض الغربة، مشهد يبكي قلوب كل طلابه على فراقه. حسن العوبثاني يقول: مقطع مؤثر جدا، عندما يكون المعلم بمقام الأب بالنسبة للطلاب تصبح هكذا النتيجة.